سنظل نزرع غافة وتسامحا، وتظل تورق زايد الأوطان. ويح الليالي وما تخفيه من غصص، واكتب على الضوء أشعارا وألحانا. هذا الموسم نجد كثافة من الحضور النسائي. هذا الحضور ليس حضورا شكليا، لعلنا سنلاحظ بأن هناك إضافة حقيقية لصوت المرأة في الشعر، مميزاتها، جمالياتها التي تنبثق منها. صحيح أن البرنامج بيبدأ الساعة 10 مساء على الهواء، ولكن أنا بكون موجودة هنا بالمسرح الساعة 3. بنعمل بروفات مع المشتركين والمشتركات، بمر على الشعراء والشاعرات، يعني نبني علاقة ولو خفيفة وسريعة عشان أمتص رهبة الهوى بالنسبة لهم، رهبة المسرح. نتفق على إذا كان في أسئلة، أحب أتعرف عليهم أكثر، ما أحب أني أطلع وأنا أحس أني غريبة عنهم أو هم كمان غريبين، يعني فأبني كذا علاقة ودية لطيفة. شاركتي في برنامج أمير الشعراء، أردت حقيقة أن أعرف إذا كنت شاعرة حقيقية كما أدعي أو لا، يعني أردت هكذا أن أكون متجردة من كل المجاملات التي تكون حولنا أحياناً. أردت أن أظهر على منصة تنافسية حقيقية للشعر العربي، لذلك أنا هنا في أمير الشعراء. لحظة الحسم والأعصاب دائماً مشدودة، والقلوب تترقب وتدق. ثمة جملة من اللحظات التي يعني يمر بها الشاعر، اللحظات الصعبة التي يشعر بها أي مشارك هنا، هي لحظة وقوفنا الواعي أمام لجنة التحكيم، ولحظة وقوفنا أمام الجمهور، هي لحظة يعني تنم عن مسؤولية وعن وعي كبير، كذلك لحظة انتظار النتائج ولحظة انتظار التصويت، يعني هذه لحظة تجعلك تشعر بتوتر كبير، لكن في النهاية تشعر بلذة كبيرة عندما تنتصر في نهاية المطاف. شجرة الأمنيات كتبنا جميعا أمنيات مختلفة، منها ما كان شعرا ومنها ما كان تعبيرا بسيطا. كتبت في هذه الشجرة ذات حين في هذه المسابقة لأمير الشعراء: كل حب عاطر وفي الثناء، ومنى قلبي وروحي أن أكون البحر والمجداف والمرسى ورفيق النبلاء. أنا أصغر متسابقة في البرنامج، عمري 18 سنة. كل المتسابقين اللي معنا من العشرين هم منافسين أقوياء، ولكن أنا أيضاً قوية، فستكون منافسة إن شاء الله شرسة.